الجديدة. الجديدة أبشر. يقول على مبدأ الخيال ورحلة التفكير والإبداع سريت خاطري مبطيعا المسرى وسجاته على الكون وعلى أرضه والسماء بنسوي استطلاع ونسهب في الخيال ونبتعد لآخر محطاته بنات الفكر في مرباع شعري بالقصيد إشباع لو إن الفكر نوب يطول بصمته وبإثباته لكني لا بديت أسري وأجيب الجزل بالإجماع وحضر ما يجوز لذايقة من يسمع أبياته أجيب الفكرة الحرة عسى تصغيرها الأسماع وأجيب الجزل أجيب الفكرة الحرة عسى تصغيرها الأسماع. عليك حظك ما تجيب إلا الجزل. الله يسألك هاي تذكرها أولا حفظها هي اللي عدت علينا هنا بس ما يضيعها حفظ اللي قبلها عطنا غيرها عزيز اللي قبلها بعد سمعني بعد قصيدة رحت عد أنا حفظ ما اللي هي هلا قل يا هود ظلام الليل والدله بجنب النار يجي للشعر في بالي طواري واكشف اسرار اهوجس بالقصيد وكل بيت ما عليه غبار سريت ولا دريت الا يشع الصبح بنواره بعد مريت منزل ملفه وهاك الزمن زوار يحول من عيوني دمع والاعصاب منهار كرام ما بقى منهم سوى صوره بقت تذكار لي مرت علي ضاق كل الكون بقطاره عسى منزلهم الفردوس ومنها يشربون انهار عسانا نلتقي فيهم ومعهم نشرب أنهار على الماضي يدور العقل والتفكير باستمرار ولا فاد الذي وقت السعه يعطيني أشواره بعد عشنا وشفنا الكذب بين الناس والأخطار وشفنا الحقد والنمات بين الجار معجاره قطاعه والسبب تافه وكل ما معه معذار ليجينا نحل المشكلة كل شعم ناره بعدها نصبح المخطين من بين العرب وشرار لو أن النية أننا نبعد اللي صار واختاره تمنينا الزمن يرجع ولا بنكرر اللي صار تعلمنا من الصكة دروس الوقت جبارة نمد الطيب وأثر البعض ينوي بردة والعار بعضهم نرفعه ويشوف طيحتنا له بشارة على مجالنا صدمات زادتنا عزم وصرار نميز في الرجال وكل شخص حسن الله أكبر صح لسانك صح لسانك ما يطلع قصير